بعد مقتل قيصر وجدت كليوباترا نفسها في وضع صعب إذ لم يعد لديها أحد لمساندتها. انقسمت روما من جديد وتفجرت فيها لاحقا الحرب الأهلية حين وقف أوكتافيان وهو ابن قيصر بالتبني ووريثه وقف وجها لوجه مع أحد جنرالات روما الأكثر نجاحا وعظمة مارك أنتوني. أوكتافيان ومارك أنتوني كانا شخصين مختلفين تماما. لم يكن أوكتافيان محاربا بل كان سياسيا محنكا ورجلا حذرا ومتواضعا جدا، فيما كان أنتوني أكبر بكثير من مجرد شخصية، فقد كان محاربا كبيرا وعاشقا كبيرا وصديقا للعديد من زملائه المحاربين. في إعادة للصراع الروماني السابق، فقد كانت مصر التابعة لكليوباترا أرض المعركة الرئيسة، فالتمس أنتوني دعم فريقه من كليوباترا. وللمرة الثانية كان على كليوباترا إغواء أحد أكثر الأشخاص نفوذا في العالم. تلك المآدب المترفة التي أقامتها كليوباترا على سفينتها كانت استهلاكا لافتا بالفعل، حيث خلعت أحد أقراطها وكان من اللآلئ الأكبر حجما على الإطلاق وذوبته في كأس من النبيذ. في جامعة نيويورك تفحصت الدكتورة لوسي براون أدمغة الأشخاص الذين يتلقون محفزات إيجابية من العلاقات الغرامية والمال والطعام الفاخر. ما سنراه الآن هو التغيير في نشاطه الدماغي في مناطق مختلفة، وسنقوم من خلال ذلك بقراءة الأنظمة الدماغية المشاركة الأخرى. أجل، هذا جيد. نتائج أبحاث الدكتورة براون تكشف أن رد الفعل في الدماغ على المثيرات مماثل للإثارة الناتجة عن الوعد بالطعام أو المال. بتوفير كل هذه الأطر الرائعة لقيصر ومارك أنتوني، هل من الممكن أن الرومان مثل المصريين كانوا يعتقدون أن الفرعون هو إله في شكل إنسان؟ كان الرومان يقيمون الشعائر باستمرار لكي تبقى الآلهة إلى جانبهم. وهنا لدينا مجتمع مصري مع آلهة قوية جدا، وعلى ما يبدو فقد كانوا موجودين باستمرار. في الوقت الذي حكمت فيه كليوباترا كانت مصر حضارة قديمة، وعلى نحو لا يصدق فإن القرن 21 هو أقرب إلى العصر الروماني مما كان الرومان بالنسبة إلى بناء الأهرام. وبناء هذه الإبداعات التي تزن مليارات الأطنان هو لغز بالنسبة إلى الرومان. في عصر العقائد الدينية العميقة وقف الرومان في رهبة أمام ماضي مصر الغامض والروحاني وأمام الآلهة الغريبة التي تسهر على كليوباترا. نعتقد من شكل رؤوس الصقور والتماسيح الآلهة وهي مخيفة أنه كان هناك شيء من الضغينة الخارقة من قبل مصر. بالنسبة إلى الرومان كانت مصر غامضة وغريبة ومخيفة. أعتقد أنه كان شيئا مخيفا فعلا، وفي رأيي يجب علينا أن نتخيل أن الجميع في العالم القديم كان مؤمنا بالخرافات. تكمن الأدلة في الجذور العميقة للسلوك النفسي والديني عند الرومان. من خلال التفتيش في أعمال هوراس، وهو شاعر روماني رائد عاش وكتب في الزمن الذي كانت تنكشف فيه هذه الأحداث، ظهرت لنا أدلة على ما كان يعتقده الرومان منذ 2000 سنة. يقوم الباحث اللاتيني الدكتور بول جوين بتحليل اللغة التي يستخدمها هوراس في وصف إغواء كليوباترا لأنتوني. يكتب هوراس بطريقة منمقة جدا، ليس هناك كلمة واحدة في شعره لم يفكر فيها ولم يستخدمها بعناية وانتباه. لقد لاحظ بعضا من تلك الكلمات المنتقاة بعناية في وصف هوراس لكليوباترا. نحن نراها في صميم القصيدة كالوحش القاتل. ترجمة الوحش القاتل هي أمر غاية في الصعوبة، فالكلمتان منفصلتان تحملان معاني دينية. القاتل تعني التعامل مع الموت، القاتل بمعنى المصير الحتمي، أما الوحش فهو شيء علينا تقديره كما علينا الحذر منه، وهو في الوقت نفسه شيء خارج عن المألوف. وصف هوراس لكليوباترا على أنها وحش، من حيث تشتق كلمة وحش الحديثة، يعني أنهم كانوا يعدونها خارجة عن المألوف
ومختلفة وغريبة. سواء كان مارك أنتوني يعتقد أنه كان يقيم علاقة مع شخص إلهي أم لا، أعني أنه من الصعب لنا أن نفكر على هذا النحو نظرا لأننا عقلانيون جدا الآن. من المغري جدا في عصرنا الحديث أن نفكر في أن لاعبين أساسيين مثل قيصر ومارك أنتوني كانا فوق هذه الأشياء، وأنهما كانا صعبي المنال، ساخرين جدا، ذكيين جدا، وكانا يلعبان لعبة التملق في كل هذا. أعتقد أن هذا هو مجرد سوء فهم لما كان عليه العالم القديم. لقد تربوا على أن يعرفوا وليس أكثر. إذا جمعنا كل هذه المعطيات معا، أعتقد أنه بالنسبة إلى أشخاص مثل قيصر ومارك أنتوني فإن هذا كان مصدر قوة كبيرا. إغواؤها لأنتوني أكمل شكل شراكة مزدوجة. يكسب أنتوني ثراء مصر وغناها، وتحافظ كليوباترا على حياتها وعلى عرشها وعلى مصر كأمة مستقلة. تمكنت جيوش أنتوني وكليوباترا التي تتغذى من حبوب مصر وغنى مصر من صد عدوهما أوكتافيان لمدة من الزمن، لكن بأي ثمن؟ تمكن أوكتافيان المحافظ أن يستخدم أسلوب حياة كليوباترا المتباهي ضد مارك أنتوني، فقد عاد إلى روما وحاول إقناع الشعب الروماني بأن المحارب الصلب مارك أنتوني قد جرى إغواؤه من قبل فاتنة الشرق الشريرة. وفي النهاية انقلب على أنتوني أبناء بلده، وحتى مع موارد مصر لم يستطع أنتوني الوقوف أمام القوة العسكرية الهائلة لدى روما. في الأول من أغسطس سنة 30 قبل الميلاد، وحين كانت كليوباترا في 39 من عمرها، استسلمت هي وأنتوني. وبدلا من أن يجري القبض عليهما من قبل أوكتافيان ويجران بالسلاسل إلى روما، أقدم أنتوني وكليوباترا على الانتحار. استولى أوكتافيان على مصر وفرض الحكم المباشر من روما، وأصبح البلد مجرد مقاطعة رومانية أخرى. ولم يحكم تلك الأرض مصري أصيل على مدى 2000 سنة أخرى. ماتت آخر ملكة لمصر، لكنها بقيت على قيد الحياة وقتا أطول بكثير مما كان متوقعا. وجود يوليوس قيصر ومارك أنتوني كعاشقين مكن كليوباترا من الصمود في السلطة لسنوات عديدة فاقت ربما ما فعلته أي امرأة مصرية في أي وقت مضى. حتى بعد موتها بقيت هيمنة كليوباترا على مخيلة الرومان قوية كما كانت دائما. إن تدمير صور الأعداء بعد الغزو أمر شائع في العالم الكلاسيكي. يقول الكاتب اليوناني بلوتارك إنه بالرغم من أن أوكتافيان أمر بتدمير تماثيل مارك أنتوني، إلا أن تماثيل كليوباترا تركت واقفة. بعد ذلك نظم أوكتافيان عرضا سخيا محملا غنائم مصر وتمثالا لكليوباترا في موكب عبر روما خلال احتفالات نصره. كتب بلوتارك أنه أدت رشوة أوكتافيان لترك تماثيل كليوباترا سالمة، لكن هل يمكن أن يكون هو أيضا، علما بأنها كانت تعد إلهة من قبل شعبها، كان مسحورا بما هو أكبر من أسطورة حياة كليوباترا، كما لا يزال العالم مسحورا حتى اليوم؟